الكاتب ليه عين مختلفة خالص عن الشخص العادي، يعني هو بيشوف وبيختزن وبيحلل وبيفكر علشان يقدر يقدم ده في إبداعاته، سواء إذا كانت إبداعات أدبية أو مقالات سياسية. بالتأكيد هو ما بيشوفش زي ما الناس كلها بتشوف، عنده عين ثاقبة مختلفة. لما بتيجي تكتبي مقالاتك، يعني إيه الدافع إن أنا هكتب؟ قد إيه بتكوني مثلا شفتي وتابعتي في المجتمع للدرجة اللي هي اخترقتك كده وحسيتي إنه لا ده مش هيعدي مرور الكرام طبعاً. ممكن يعدي مع غيري بس أنا لازم هكتب. صحيح صحيح، وده برضو أنا كتبته في الخاتمة بتاعت الكتاب، يعني قلت إن إحنا يوميا بنعاصر أحداث وبنشوف مواقف وبنقابل ناس، في ناس مننا بتعدي الأمور عادية ما بتاخدش بالها إيه الهدف أو إيه الرسالة من اللي حصل كل يوم، لكن الحقيقة أنا شايفة إن كل يوم بننزل فيه بنواجه المجتمع وبنواجه قضايا مختلفة، حتى لو حديث عادي جدا سمعناه ممكن نطلع منه في النهاية بدرس نستفيد منه أو بمعلومة أو بخبرة حياتية أيا كان نوعها. الدافع في مقالاتي دايما بيكون زي ما قلت لحضرتك في البداية، بيجي من قلب القضية الحادثة بالفعل ومن قلب الحقيقة ومن قلب حاجة أنا عاصرتها وعشتها. يعني مثلا من أحب المقالات إلى قلبي كنت مثلا بتكلم عن أم النور السيدة العذراء البتول والحب الطهور، ده كتبت المقال في إطار إن إحنا كنا بنحتفل بصوم العذراء مريم، وفي نفس الوقت أنا حبيت إن أنا أطفي صورة إزاي السيدة العذراء، أنا من وأنا طفلة كان صورتها شكلها إزاي، وإزاي إن هي صورتها كانت متعلقة في كل بيت أنا شفته وأنا صغيرة، سواء كان البيت ده مسلم أو مسيحي، إزاي إحنا تربينا على حبها كلنا في مصر سواء مسلمين أو مسيحيين، في النهاية إن إحنا عندنا خلفية دينية قوية، وفي النهاية إن إحنا عندنا طقوس وعندنا عقيدة وكلنا عندنا إيمان راسخ بالسيدة العذراء وبنؤمن بيها وبنقسم بيها وبنتفائل بيها وحاجات كتيرة جدا. فده أنا جبته من واقع تجربة حياتية أنا عشتها بالفعل من وأنا صغيرة، كنت بشوف ده من وأنا طفلة جيراننا المسيحيين معلقين صورة العذراء مريم وإحنا بنحبها وبنبص لها وبنحلف بيها وبنتكلم عنها. وقضايا كتير الحقيقة، من يعني مثلا في حرب أكتوبر، شهر أكتوبر برضو من ضمن المقالات كنت بقول إن أكتوبر ده شهر بيجمع ما بين الحب والحرب، لأن دخلت أكتوبر مرتبط عندنا ببداية العام الدراسي ومرتبط عندنا باحتفالات أكتوبر، فالحقيقة بتحس إن الشوارع كلها في مصر فيها بهجة كده وفيها احتفال يعني كبير إن إحنا ابتدينا العام الدراسي، في نفس الوقت بنحتفل بنصر 6 أكتوبر، وفي نفس الوقت بقى بنعيد الأمجاد والأحداث التاريخية والقصص. حضرتك اتكلمتي عن شهر أكتوبر وعن شهر يونيو كمان، ده شهر يونيو ده جبتيه من أول محمد علي يعني. طبعا وقد إيه الشهر ده ختم ختام عظيم يعني ب 30 قدسية كبيرة في مصر. طبعا شهر يونيو وبتبدأ من رحلة العائلة المقدسة في مصر، وقد إيه إن ده كان ليه أثر تاريخي كبير جدا وشرف كبير للدولة المصرية ان العذراء مريم والسيد المسيح يكونوا متواجدين في الدوله المصريه في يعني عدد كبير من المناطق داخل الدوله المصريه. لينا شرف كبير ان اول خطوه خطاها السيد المسيح واول اكل اكله كان في الاراضي المصريه، ده كله لازم يعني ما يعديش علينا مرور الكرام. شهر يونيو كمان احتفلنا به على مر التاريخ بحاجات كتير، سواء النهضة الحضرية في عهد محمد علي باشا، كان آخر خروج الإنجليز حقيقي آخر 30 يونيو بقى وختمنا به بقى طبعا ب 30 يونيو.